حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي ظهرت اسفل الشاشه. تقدرون تتصلون بنا باي لحظه من لحظات البرنامج على واحد من ذني الارقام حتى تعطونا ارائكم باللي راح نعرضه لكم من مواضيع انتم اصلا صورتوها، انتم وثقتوها ونشرتوها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بالمواضيع اللي أنتم تريدون تحكون بها في الحلقة. في حال ما قدرتوا تتصلون بينا لأي سبب كان، الرقم الأخير اللي إذا تشوفوه أمامكم اللي بصفه إشارة الواتساب، تقدرون تدزون رسالة مكتوبة، أتمنى تكون رسالة متبوعة بالاسم والمكان على الرقم المخصص على برنامج الواتساب، نقرأها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. بسم الله نبدأ مشاهدينا الكرام حلقتنا. ملفنا الأول ويانا هو ملف انتخابات مجالس المحافظات الجاية وممارسات الكتل السياسية حول هاي القضية اللي كيفية يستغلون بها مشاعر وأوجاع المواطنين العراقيين. بدت الأحزاب اللي تحكم بالعراق، أحزاب السلطة وميليشياتها، حملاتها الدعائية لمرشحيها بانتخابات مجالس المحافظات المقبل اللي راح يتم أو راح تجري بشهر كانون أول المقبل، يعني شهر 12 الجاي. استنكروا عدد من الناشطين والمواطنين وضع صور المرشحين بالقرب من صور الشهداء، شهداء ثورة تشرين اللي سقطوا برصاص نفس الأحزاب والميليشيات ومن يتبعها، واللي رشحت اليوم وطالبوا المواطنين بأن يتم رفع هذه الصور قبل أن ترفع بالقوة. خلونا نشوف. مساء الخير، أنا سلم. طبعاً هذا المكان للصورة للشهيد إيهاب الوزني اللي كان ضد مجالس المحافظات، وأصلاً هي تشرين خرجت ضد مجالس المحافظات ومستمرة تشرين طبعاً الثابتين على المبدأ والضمير أنه راح يرفضون مجالس المحافظات لأن هي حلقة زائدة وكانت حلقة من حلقات الفساد المالي والإداري. لفت انتباهي انه هذا المكان، يعني اكو بعض المرشحين عفوا المكانات كلها، اجوا وخلوا صورهم يم صور راية الامام الحسين والشهداء، ثاني موجود بهذا الشارع شارع المجمعات، اكو بعض المرشحين خالين صورتهم يميها. فهي رسالة احسن لكم لا تخلون اي صورة مرشح يم صور شهداء تشرين او تشرين، لين راح نرفعها. هذا كان رأي المواطنين في حال، يعني في قضية وضع المرشحين مرشحين الكتل السياسية والأحزاب لصورهم بجوار وبجانب صور من سقط على أيدي هؤلاء الأحزاب والكتل أنفسها. يعني تتخيل واحد طلع ضد الظلم والظالم كتله، سووا له المواطنين تذكار في المحافظة، ويجي اللي كتله يخلي صورته يمه، تعالوا انتخبوني. زين انت ينتخبوك حتى تذكرهم بمن كتلت؟ هي هنا الفكرة اللي دا يحاول يقدمها هذا المواطن. عدد من المواطنين اقدموا على حرق بوسترات دعائية لمرشحي دولة القانون في محافظة النجف بساحة الصدرين تحديدا، علما أن مجالس المحافظات وفسادها كانت واحدة من أسباب ومن أهم أسباب نشوب ثورة تشرين اللي بدت في تظاهرات تشرين عام 2019. خلونا نشوف هذا الفيديو. إذا تلاحظون هو بوستر دعاية لدولة القانون على مختار العصر نور المالكي، لا بصفة مستشفى الأمل. العراق ما بمستشفيات، العراق أكو بمستشفيات متلكئة، وأبو دولة القانون يخلي صور إلى مستشفيات جديدة. فيديو آخر وآخر إلى بوسترات دعائية لمرشحين المواطنين دي يحرقوها بالمحافظة. هذا دليل على أنه المواطن العراقي هو رافضهم جملة وتفصيلا.
هذا دليل على أن المواطن العراقي هو أصلاً ما طلع لهم بالانتخابات المضت حتى يطلع لهم بهاي الانتخابات. هذا دليل على اتساع الهوة ما بين المواطن ومن يحكم اليوم، لأنه أصلاً المواطن اليوم ما عنده ثقة بمن يحكم، لا بكتلة ولا بحزب ولا بميليشيا ولا بتآلف أو تحالف أو أي شيء أو ائتلاف، ما عنده ثقة بأي أحد بيهم، لأنه يا هو اللي إجى جوي بال 2003 وقالوا راح نعطيكم الديمقراطية وكانت نتائج الديمقراطية اللي يعيشوها العراقيين اليوم. جوي بال 2003 وقالوا راح نخلي العراقي يحصل حصة من النفط، اليوم العراقي ما حصل غير حصة واحدة من النفط وهي الأمراض والتلوث الهوائي والأمراض السرطانية والجلدية. قالوا المواطن العراقي راح يحصل كهرباء 24 على 24 ساعة، وصل المواطن العراقي الانقطاع عنده بمناطقه وبيته 24 على 24 ساعة. قالوا المواصلات الشوارع تعبانة، قالوا المواصلات الجسور تعبانة، قالوا التعليم اليوم التعليم خرج من جودة التعليم العالمية وغير معترف به بسبب الفساد اللي موجود به، والمدارس منتهية ووصلنا إلى مدارس طينية وكرفانية وكتب ماكو بالمدارس، إضافة إلى أنه التعليم سيء، كوادر تعليمية ما عندنا، خريجين قيامة الله موجودين بالعراق وكلهم دا يتظاهرون ويطالبون بتعيينات، والمدارس العراقية مدرسة بها أستاذ ومدرسة بها أستاذين ومدرسة بها ثلاثة، وطلعنا فيديوهات عن مدرسة واحدة بصف اللخ، هاي تتبع جهة معينة بدون ذكر اسم الجهة، لكن هاي تتبع الحكومة، هاي بها خمس معلمات على 300 وما أدري ايش قد طالبة، وهاي بها 80 معلمة على 150 طالبة. هذا كله اللي دا يصير بالعراق هو عبارة عن طبخة سياسية، منو اللي سواها؟ سواها هذول اللي دا يرشحون نفسهم للانتخابات هسه، هم نفسهم. منو شاف العراق من 2003 لليوم غير دولة القانون العراقية، الحزب الإسلامي، الما أدري شنو الأعلى، البدر، هم نفسهم، وتصير انشقاقات من عندهم، العصايب والكتايب والسيد الشهداء وغيرها وغيرها وغيرها، لما يتعارك ويا الراس الكبير الحجي الخال الشايب مالتهم، طب طلع لنا واحد صغير راح سوانا كتلة صغيرة وقام ينافس بالبرلمان وقام ينافس بالحكم وقام ينافس بالسياسة وقام ينافس بالسلاح وقام ينافس بالسيطرة على مقدرات البلد، وهذا اللي دا يصير اليوم بالعراق. فالمواطن العراقي فاهم هاي الطبخة كلها، فاهم انه ما محصل شيء، مخدرات ملت البلد، نص الشباب العراقي مدمن على المخدرات، وهذا مو اني اللي اقوله، وزير الداخلية طلع بالتلفزيون وقالها، مو الحالي السابق، قال نص الشباب العراقي متعاطي. شنو معناها؟ مدمن. في وقت كان العراق نسبة التعاطي به 0%، أكثر من 40% من العراقيين اليوم أميين، في بلد كانت نسبة الأمية 0%، التعليم هو الأسوأ، في بلد كان التعليم فيه يعادل التعليم بالدول الإسكندنافية، الصحة بالعراق من أسوأ الأنظمة الصحية اللي موجودة بالمنطقة والعالم، في وقت كانت الصحة مجانياً والعلاج مجاني والمستشفيات تعتبر واحدة من أفضل المستشفيات الموجودة بالمنطقة، الجامعات كانت جامعات يعتد بها، وأكو أساتذة جامعيين لحد هذه اللحظة يدرس وهو خريج من جامعات العراق، إن كانت في الموصل أو بغداد أو النجف أو غيرها أو البصرة. فالمواطن العراقي فهم ما يحصل اليوم بالعراق، فهو رافضهم جملة وتفصيلة. الناس علقت على هاي الفيديوهات بعد ما شافتها من فيسبوك، بياض الثلج تقول عفية، مفروض كل تطلع وتزيل صور من كل مكان، ما قد موشيل الشعب سوى الدمار. مرتضى العبود يقول لو كان الشعب لديه الوعي الكافي لما بقي صور أو لما بقيت صور لمرشح في أي محافظة. سارة العنزي تقول عفية أبطال ذبوهم بالمزابل والحاويات هؤلاء العملاء والخونة. وردة الأسدي بفلوس هاي اللوحات كان سويتوا بها مدارس وشوارع ومستشفيات بها خير، أحسن ما تخسرونها على صوركم المرفوضة أصلا من الشعب المظلوم. وهي صحيحة هاي الرسالة، مرفوضة
فهي دليل أن الشعب رافضها، ومن الشعب المظلوم اللي هو انظلم في كافة حقوقه، وأبسط حقوقه هي العيش الكريم والمكان الأمين والكهرباء والماء والتعليم، هو ما محصل هالمواطن العراقي. أبو علي من لندن حياك الله. الله يحييكم. سلام عليكم. حياك الله أبو علي. أنا أقول يعني دولة ما يعني ما أعرف لا عندهم شرف لا إنسانية لا وطنية. لك بابا أنت شنو قدمتوا 20-21 سنة من دمار من خراب؟ يعني غيركم ناس غيركم بشر، إذا أنتوا بشر والله تنتحرون تنتحرون على هذا الفشل اللي أنتوا فيه واللي دمار اللي سويتوه بالعراق. نعم. أنا أقول للشعب العراقي أي صورة حرقوها. نعم. أي لوحة مزقوها حرقوها. أخي دولة ما يفيدوكم عمي، دولة ما راح يعني ما يسولكم شيء، دولة نفس الوجوه العفنة نفسهم راح يجون هم بعد 5 سنوات يحكموكم. نعم. من فشل من دمار من بوق من نهب من كل المواصفات القذرة حشاك اللي هم بيها. نعم. شكرا شكرا لك ابو علي على هذه الكلمه. ابو محمد من ميسان حياك الله. كنت المحيي. السلام عليكم استاذنا فاضل. محيي اصلك. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك بيك. انا اشكركم واعتز بيكم واعتز بقناتكم قناه الرافدين، يعني قناه الشعب احنا نعتبرها العراقي. الراس يعني اخوي العزيز. انتم معتبر قناه الشعب. الراس. الله يبارك الله يبارك بيك ويعزك. انا اقول ما يفيد وياهم استاذ استاذ افل ما يفيد. نعم. يعني هاي من ذاك اليوم لهالي هم العراق انباع ب 2003 وانتهت الشغله. نعم. يعني انباع ب 2003 استاذ وانتهت الشغله. نعم. ما يفيد لها بعد ما انتخابات ولا يفيد لها شيء، يعني هو اللي يخاف الله يسوي راتب رعايه رعايه عنده مريض وعنده اكو ناس هسه مو بس احنا رعايه. نعم. مو بس المرضى، اكو ناس عندها كليات وعندها مدارس، يعني هم اللي يخافون الله والانتخابات هاي ما يحسون. انا جد انا جد اصيح واناشد واروح عند النواب هاي عند النواب بالعماره اروح لهم ما يسوي لنا شيء. الله وكيلك استاذ افل. انا من خلال قناتكم هاي يمكن يعني تعبت يعني على الطفل هذا اللي خلص علاجه يا افل. كفيلك الله واهل البيت، كفيلك الله والقران، خلص علاجه وانا معتز بقناتكم دائما. لا اقدر اروح السوق وجدي ولا اقدر اروح الدائره وجدي، فانا على المباشر يعني علاجه 400-500 عده تشنج عضلي وشلل دماغي. نعم. وعلاجه نعم. خلص بالعراق ماكو، لا وزاره الصحه عانتني ولا وزاره اي وزاره بالعراق ما عانتني ساعدتني. فاطلب من قناتكم ومن الناس الخيره سوينا روح، اطلب للناس الخيره تبوا عليه للعلاج الطفل، لان علاجه بايران يا استاذ ما اقدر اروح. نعم. بالاردن وايران. نعم. وعلاجه بايران ما عندي اجيب له، فاطلب من خلال قناتكم، لان دوله ما يفيدوا وياهم، لا يفيدوا وياهم، لا يفيدوا وياهم يعني واحد ترجي، لا نرجعهم بالقوه. بالعطف نقول لهم بالحنان التفتوا ان انظروا لهذه النظره مال العطف وانا اخوكم. فانا نعم. اطلب من شاربك ومن خلالكم تبعون على الطفل. انا يمكن تعبتكم بالمناشدات، فانا لا لا يا اخوي لا تدل والله يا استاذ افن لا حول ولا قوه كفيلك الله ما عندي علاج اجيب لي بالقران ما عندي بالقران ما عندي. قول يا انا دائما اناشد. قول يا اريد من الله منكم بس العلاج مالك ان شاء الله. لا اكيد ربي قدرنا على فعل الخير. قول يا رب. والله يا الله يا رب يسلمك يسلمك. أشكرك. تدلل اخوي ابو محمد تدلل. نروح هسه الى فساد مشاريع مجالس المحافظات اللي هم قاعدين يسووا لها دعايات، الى فساد مشاريع مجالس المحافظات واللي يقودوها مرشحي الاحزاب نفسهم اللي تحكم المحافظات وتسرق اموالها بمشاريع وهميه وفاشله حسب تحديد الناس انفسهم، واللي حاليا هم يطالبون ان يترشحون مره ثانيه حتى ينجحون وبكل جداره وبطرق مبتكره في سرقه اموال المحافظات بهاي المشاريع الوهميه والشكليه. ناشط من قضاء الشرطه بمحافظه ذي قار يسخر من تحول نافوره بالقضاء الى مكب للنفايات بعد ان صرفت عليها اموال طائله من خزين المحافظه. خلونا نشوف هذا المشهد. هو مو مشهد، هاي الاماكن انصرفت عليها ملايين
خاله انا هسه مو ضد اللي يشربون، ما له علاقه. هاي الاماكن دارت بلديه الشطره بنص الشطره بحي المعلمين قرب داره المجاري. هذا حالها لا متابعه من مدراء الاقسام، لا من مدراء القواطع، لا من المدير، لا من الاداره الموجوده بمدينه الشطره التابع الاهمال والكوارث اللي جاي يصير هذا القضاء. يعني مثلا انت من بنيت لك نافوره ما اعرف حوض بكذا مليون، هسه المواطن وصخ وصخ على عينه وعلى راسه وياه، غير تراتبه، غير التابعه، غير السيجه، غير ترسه ماي، غير تحط له اناره، غير تخليه متنفس للناس. هذا حال واحدة من النافورات في محافظة ذي قار. طبعا ذي قار تحول اسمها واسم محافظها من محمد هادي إلى محمد نافورة. طبعا سبب تسمية محمد هادي محمد نافورة هو بناء الكثير من النافورات، وأسس في فترته نافورات كومة مثل ما يقولون المواطنين بسيطة، لكن هي عبارة عن مشاريع فساد وتمرير أموال وغسيل أموال طائلة تقدر بالمليارات عن طريق هاي النافورات. واحدة من النافورات اللي بدنا نحكي عليها راح تشوفوها هسه، واللي كلفت مئات المليارات وما مضى على افتتاحها إلا سنة واحدة بس، لكن اليوم هي عاطلة ومهملة وتحولت مثل اللي سبقتها اللي عرضناها لكم إلى مكب للنفايات. خلونا نشوف. بالعافية عليكم أهل الناصرية، النافورة المشرف قالوا ب250 مليون، بس كفر صورني يا عطواني يقول لك ليش تحكي على محمد نافورة محافظ الناصرية قيم مقام مدير البلدية وحق لا إله إلا الله، لو أبقى واحد أنشر ما أسكت وخدس كل واحد ينهب فلوس المحافظة. خلي يشتغلون ولك شو خلي يشتغلون، مليارات صرفوا على المحافظة قضوها نافورات ويصبغون بالأرصفة، واللي توصل حد المسؤول خليها ترجع بإذنك المسؤول اللي يقول لك من ينشرون وإحنا ننشر، لا تلبي المطالب حتى مو كلها تنشر، لا والحسين أنشر كل يوم وانبش بهات بهاتكم يا أبو الأحزاب النصبتكم. نافورة ب250 مليون، هيا أشوفها، شوف ما عدا عشاء يتعشى، يريد دجاج محشى، مدارس ما عدنا، مستشفيات ما عدنا، قضوها عليه مليارات على النافورات بغيرتك وبناموسك. توصل هاي المناشدة للمسؤولين والأحزاب اللي يقولوا لهم من ينشرون لا تنفذون، قلوا لهم نسحبكم من إداراتكم أنتم وأحزابكم إذا نهبتوا الناصرية. المواطن هنا قال مثل يقول ما عنده عشاء يتعشى ويريد دجاج محشى، اللي قصده انه ذي قار مثلا ما بها مدارس وما بها مستشفيات، وبها مدارس متلكئه وبها مستشفيات متلكئه ومراكز صحيه، عاف ذني كلهن، بدل ما يكمل له كم مدرسه، بدل ما يكمل له مستشفى، بدل ما يحسن من الواقع اللي موجودين هم بيه، حار الاخ محمد نافوره يبني نافورات اللي نهملن. واي مو اول نافوره ولا اليوم اول مره نطلع نوافير محافظه ذي قار اللي نهملن، لا هوايه طلعنا نوافير بمحافظه ذي قار حالها كان مثل حال هاي وغيرها، واللي تشلعت واللي صارت برك مياه آسنه، واللي صارت عباره عن مكب للنفايات، واللي صارت مرتع للكلاب السائبه والقطط. هاي هوايه من الامور اللي طلعناها بس ما حد يتابع. فالناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت زهره القصر على فيسبوك تقول فلوس النافورات راح ندفع ثمن للصفحات الوهمية والدعايات الانتخابية، ابن هادي قواك الله. وعدنان الشريفي عمي زي الناصرية هواي بيها شغل، لو تشوف سوق الشيوخ تلطم مدري نبكي من تراب الشوارع و و و و و للأسف والله الربع ملتهين بالترشيح وعايفين العالم. ومحمد حرز الخفاجي يقول من يتحمل المسؤولية هو محمد الشياع السوداني، أقال المحافظ ورجع لأن رضخ للضغوط السياسية. وعبد الكريم جمعة يهملوها حتى يأخذوها استثمار ويبنون مكانها محلات وشقق، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. فكان هذا هو تعليق الناس على قضية مشاريع.
مجالس المحافظات العملاقة اللي طلعنا لكم جزء من أدها. أبو علي من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عزيز السبقة وشغل عنكم بغداد الزمن الطاغية صدام هم أحد يسمونه أمين العاصمة أمين نافورة. نعم. بعدين كتلة صدام بالحبانية. نعم. هذا بلكي الله ينتقم من أبو النافورة ما محافظة ذيقار. خلي لمحون بصورهم خلي يعلقون على الشوارع. نعم. وإنها مكاتبهم فارغة ما بيها بشر. إذا كان توحى الشعب الجنوب الشعب العراقي كله وبالأخص الديوانية بل توحى الشعب توحى لأن مكاتبهم مهجورة وإن شاء الله تنهجر عليهم إن شاء الله بل توحى أهل الديوانية بإهمالاتهم مستشفى الغماس 50 مقاول لازمة من واحد الواحد من 40 مليار من الوزن وصلت اخر مقاول صارت تروان ثمانيه ما كامله الشعب توحى الشعب لا تامنوا البعض لا بالاطار ولا بالتيار نعم زين علينا من الدكتاتوريه اجينا للطائفيه ودا علينا الامر غير بعد السلب والنهب نعم يا تدخل من الاحزاب يا الشريف يا الشريف بالاحزاب التيار الكهرباء ما يخليها حلم الكهرباء والصحه حلم علينا عبات وجعلات باقوا من المستشفيات الكهرباء كلها 10 ملايين وثمان ملايين واحنا عندنا ابار نفط شريفنا بالجنوب لا تكتب لنا اسواق مال الديوانيه تلقي محقل بس قيله طلع بجيبك 10,000 بيت ما عندنا بيوت ما عندنا ترى بالديوانيه اغلبيه 90% نعم الفقر يا محافظ الديوانيه يا حكومه الديوانيه ويا حكومه الاطار انت نفسك محمد عشاع السودان انت ممكن تفقر وكنت فقر وانت كنت عايش الفقر انت تسوي بالناس نعم من الله ينتقم من كل واحد ان شاء الله انت بعيد عن الله ان شاء الله بعيد عن الله بعيد عن الناس وعن الجنة لكل من يخون ولكل من يخون التمر والملح خليها تبيدها السلابة بالديوانية اجتثاث البعث وكلها بعثية كلها بعثية ولاد البعثية تحكم بالديوانية يطلبون سار مال بدر وحنين بينا إن الله ينتقم منكم بجاه هو الحسين من الإطار والتيار الكذاب الخونة اللي ما تعرفون لا الله ولا الحسين بس تعرفون الدينار والدرهم نعم شكرا لك أبو علي نطلع من النافورات نروح إلى التبليط طائع على الرغم من معاناة العراقيين ويا شوارع أفرعهم ومناطقهم وأزقتهم ودرابينهم لكن يستبشرون خير لما يشوفون أكو عملية إكساء لواحد من هاي الشوارع سرعان ما يخيب أملهم من الإعمار الشكلي للحكومة لما يكتشفون الغش والفساد بأعمال إكساء الشوارع هذا اللي راح تشوفوه وما كشف إلنا مواطن من محافظة النجف من فساد وغياب الرقابة في إكساء أحد شوارع ناحية العباسية بمحافظة النجف ورا ما اكتشف إنه التبليط الجديد للشارع تم فوق المطبات البلاستيكية فوق الأتربة بدون تنظيف والتبليط القديم بدون ما يشيلوه هو اللي راح يخلي الشارع يتكسر بوقت سريع ويرجع إلى حالته القديمة بل وأسوأ من ذلك خلونا نشوف بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ناحية العباسية طريق الطبر طبر سيد جواد سيد المحافظ اسمعني بلا اسمعني وتنوعي الفيديو سيد شبر مدير هيئة الإعمار تنوعي هاي الشركة ما أدري مقاول مبلط هنا شوف عليه من بلط عليه من بلط هذا تنوعي على الطاسة الاصطناعية هاي أنا أسأل سؤال فارد مهندس المقيم مين عن هذا الشارع هم يقول واجيف الدائرة المستفيدة المهندس الشريف الواقف هنا على الشغل بين الله يأكل خبز حلالي وحرام هاي يبلط فوقها علمونا شنو هاي وين وصل بين الحال بعد هاي الناس المواطن هذا من درجة حتى تضحك عليه من تبلط على قصة صناعية انت تحسب روحك مثلا تحلق نزيه خايف الله اخذت فلوس تبلط على هاي شلون تبلط عليها عمي هاي ناس المعلقة استخدمت ابو
الشركة المقاول محافظ، تدري محافظ يوم ما تدري دكتور ماجد تدري بهذا الحكي. هذا المطب الصناعي لما يخلوه او البلاستيكي يخلوه لي تخفيف السرعه، لما اجى الاخ المقاول وبلط خلاه جوا التبليط وجت الحادله حدلت راح المطب وراحت الفائده منه، فليش خليتوه اصلا؟ رقم واحد. رقم اثنين، انتم شفتوا التراب الدائر مدار او اصلا بدا يكشط، فانتم شويه شويه راح تبدي تتسع الهواء ويا مشي والتعريه وغيرها وغيرها وما اعرف شنو. هاي فيديو ناشط ثاني من محافظة ديقار راح يشوفكم الخلل بعمل واحدة من شركات المقاولات اللي تشتغل في إكساء واحد من شوارع المحافظة. لما ينتبه ويشوف أنه الإسفلت تم وضعه بشكل مباشر على الرمل وعلى التراب، هذا الشيء اللي راح يتسبب بتكسره في المستقبل القريب جداً وحدوث حفر بالشارع. خلونا نشوف. 20/10/2023 من أعمال حي الاقتصاديين أحد أعمال شركة نور الناظر، إحنا هنا متواجدين. أكو فقرة طبعاً لأسبابها أن أوبات التبليط ما جاء يأخذ ها استقرار أو يخلع من هاي الأسباب. شوفوا هذا كله تراب، هذا شوفوا هذا كله تراب ما جاي يتنظف، يعني كثير من الحالات رصادتها. هذا المفروض حتى ما يخلع هذا لازم يتنظف، لأن وراء هذا التراب شوفوه كل هذا التراب يخلع هذا كله. وين رقابتكم؟ وين دور المهندس المقيم؟ يعني احنا ما نعرف. اكو متابعة؟ يعني انا ما لي علاقة وما اعرف الموضوع، بس اللي كنا نعرفه انه ينظفون القاع يحطون تراب، تجي حادلة تدوس التراب وتعدله بطريقة صحيحة تضغطه بطريقة قوية، يحطون سبيس زفت سائل أو جير سائل، وراها يلا تجي مرحلة إنه يحطون الإسفلت أو اللي إحنا نسميه جير، وراها ترجع الحادلة تدوسه ثبته ويقول لك روح الله وياك انتهى الشارع. بس ما الشارع على التراب قبل. فعليا عندنا أحد الناشطين اللي طلع في برنامج صوتكم وقال عبارة الاسفلت اللي دا يستخدموه المقاولين هو عبارة عن بسكت تلزمه بإيدك يتكسر. ناس لما شافت هاي الفيديوهات والخدمات والمنجزات العظيمة لمجالس المحافظات والمحافظات والأحزاب والكتل السياسية اللي أسدت طالب الناس أنه تنتخبهم في الانتخابات الجاية بشهر 12، حاتم كريم جلعوط العيساوي يقول أحسنت عمي حرامية بس يردون يلغفون شغل كله خطأ بخطأ، بس يردون صيت ويلتقطون صور. عمار الصرايفي شغلة كلاوات بدون متابعة، جيب وشد حتى وزن الحادلات ما حد يعرف شنو هاي كلاوات. أبو نور البديري النجف إلى الهاوية بالنسبة للإعمار، لا مراقبة ولا محاسبة. وصادق الشيباني هو يا مشروع بالنجف اشتغلوه صحيح كله غش. فكان هذا تعليق الناس على قضية المشاريع الخدمية وتبليط الشوارع في العراق والأساليب الخطأ المستخدمة في ذلك. أم كيان من بغداد ويانا، حياك الله. أم كيان، ألو عينك معك، هلا بيك يوم، تفضلي. لا تفضل يزيد تفضل أحياتي. اي تفضلي انت على الهواء أختي. ألو السلام عليكم. بس إذا أمكن أم كيان نصيلي صوت التلفزيون حتى تسمعيني أفضل وأسمعك أفضل. آه أي زين. أي. صح. تفضل. تفضلي. أستاذ بلد أحمد عليك من خلال يعني من خلال قناتكم أريد أوصل صوتي. تفضلي. أنا رجلي مسجون كان بغداد التسفيرات، حولوا لي الحوت وعنده تنازل. نعم. من مشتكي ومسجن 15 سنة. زين. وأنا أناشد أريد يعني من خلال صوتكم أريد أي واحد يسمعني يعني نقلة إلي من الحوت يرد على أي مكان أقرب إلي. أنا صار سنتين ما مادتي. لحظة أم كيان، يعني أنت ما تطالبين بعفو؟ أنت عذريني. لا طالب بالعفو. أنت عذريني يعني أنت هسه طلبك
تقولين يابا بس نقلوه قريب علي حتى اقدر اشوفه. لا انا هم طلعت رحت المظاهرات ورحت وشاركت زين ورطيت صوتي يعني ويا النساء شاركت بس ماكو نتيجه. احنا تعبنا عوائل السجناء ما حد جاي يسمعنا. الله يكون بعونكم. نعم والله العظيم ما حد يسمعنا. طيب الروح انت قلتي عنده تنازل زين هو ليش انسجن 15 سنه على شنو؟ يا شنو هي القضيه مالته؟ القضيه هو مشترك عنده اشتراك بقضيه خطف واحنا يعني تفاصلنا وياهم وهم تنازلوا العالم. هذا الحق العام. وش قد مدة الحق العام؟ 15 سنة حكم القاضي. هسه هو خلص 7 سنوات. اها ايه. وانا يعني لا حول ولا قوة، لا عندي اخ لا عندي اب زين. انا مرة عندي 3 جهال والله قوة معيشتهم قوة معيشتهم. نعم زين. هسه يعني اطفالي يقولون ماما ودينا البابا، ما عندي كرول توديني للناصرية. هو بسجن الحوت؟ بسجن الحوت هو. نعم زين. وانا ما رايدة شيء، اريد من الحكومة تبطل العفو العام والله يغفر. هو الله جاي يغفر للبشر يعني الحكومة ما تغفر. نعم وانا من خلال قناتكم اريد توصلون صوتي لأي وصل. مسؤول يسمعني لأي واحد يسمعني عد الله وعنده. لان انا ما عندي يعني لا عندي واسطه لا عندي شيء، بس الله واسطتي. نعم لو يقررون العفو ويطلعون مثلا اللي عنده تنازل، احنا ما نقول نطلع المجرمين، اللي عنده تنازل اللي عنده تراضي، هاي القضيات البسيطه. نعم اي هاي من خلال قناتكم اريد اوصل هذا الصوت واتمنى يوصل. وصل ان شاء الله. مشكور عيني ورحم الله والديك. الله يسلمك يما، الله يسلمك، تأمرين امر. حسام من واسط، حياك الله يا حسام. حسام يبدو أنه الاتصال بالأخ حسام انقطع. نروح هسه إلى معاناة المواطن العراقي بشكل مستمر في موضوع يعتبر هو أسوأ من نقص الخدمات اللي حاصل في الخدمات أو في موضوع الخدمي. الصاير هي قضية مراجعة دوائر الدولة. أنا دا أحكي هسه هنا بهاي الرسالة ويا من دا يريد يرشح ويطلب من الناس إنه تعالوا انتخبوني. طلعنا لكم خدمات وراح نطلع لكم طريقة ثانية. حلوها للناس بعدين طلبوا انتخابات. المواطن لما يروح يشوف الإذلال، لما يروح يشوف تأخر متعمد وطلبات كثيرة غايتها عرقلة معاملة المواطن وجبرة على دفع رشوة، هذا اللي صار عندنا في محافظة كربلة. دائرة الرعاية الاجتماعية أغلقت أبوابها أمام المراجعين من الفقراء وأصحاب الإعاقة بحجة الإضراب عن العمل للمطالبة بقطع أراضي لهم ومستحقات إضافية. هذا اللي ترك المراجعين خارج الدائرة ينتظرون من دون أن يتم إكمال معاملاتهم. قبل ما نكمل أبو ماجد بن دهوك حياك الله. أبو ماجد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك أستاذ أفل. حياك الله أخوي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام يا غالي تفضل. ما خابرتني الله يحفظك عطوان. نعم أقول تحياتي إليك وتحياتي إلى أبو علي النجفي، هذا علم العراق. الله يسلمك أبو علي من الديوانية. أقول لك هذا فهم إيه لا من أمريكا، من أمريكا. أبو علي ما اتصل اليوم بينا أبو علي من أمريكا، عندنا صديق واحد من أمريكا هو محمد. لو أبو علي من لندن قصدك. أول اتصال. أبو علي من لندن. أي نعم. إي أقول أستاذ أفل ممكن دقيقة وعندي رسالة للشعب الفلسطيني. تفضل. إي أقول
الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. نعم اللهم آمين. يا شعب الفلسطيني لا تهتموا، كلها تروح فدوة لعيون البطل المقاوم إسماعيل هنية الذي تحالف مع إيران، وإيران لن تتخلى عنكم أبدا ولن تتخلى عن القدسين، القدسين الموجود في الأرض أبو ماجد في السماء. أبو ماجد أبو ماجد وحدة 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 أبو ماجد من رخصتك، أنت قلت إيران لن تتخلى عن القدس؟ ها أبو ماجد بس انطيني مجال، بس لحظة مو على مود نتناقش، أنت قلت إيران ما راح تتخلى عن القدس؟ الذي تحالف مع إيران إسماعيل هنية الذي تحالف مع إيران، زين، وإيران لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني ولن تتخلى عن القدسين، القدسين لحظة لحظة زين، أنت شنو رأيك إذا تخلت عن القدس وعن الشعب الفلسطيني؟ أنت بس انطيني مجال أستاذ أفل، رحمة على أبوك. طيب ليش هو اسمع الهنية ما يدري إيران قضت وأنهت المقاومة الفلسطينية في العراق، ألقوهم في سطوح ومن الشبابيك. نعم شكرا شكرا لك أبو ماجد، ما أعرف يمكن الصوت انقطع، شكرا جزيلا لك أخوي العزيز. نروح هسه إلى قضية المعاملات. بكربلة دائرة الرعاية الاجتماعية تغلق أبوابها أمام المراجعين من الفقراء وأصحاب الإعاقة بحجة الإضراب عن العمل، ليش؟ حتى يطالبون بقطع أراضي لهم والمواطن الله وياه ومطالبة بمستحقات إضافية، وتركوا المراجع خارج الدائرة ينتظر من دون أن تتم إكمال معاملته، علماً أنه راتب الرعاية الاجتماعية يا مشاهدي العزيز تعرف إيش قد؟ ما يتعدى بالأساس $100، يعني هو جاي واقف هاي الساعات كلها حتى يحصل له هالكم فلس، بلكه تتمشيش كم يوم بالشهر، وهذا حاله. شنو قال لكم هذا المدير؟ بس هذا مو مدير، هذا الموظف. المدير قاعد بالمكتب والله العظيم، المدير قاعد بالمكتب. ذاك اليوم انا طبيت له دي ماله تحكي على مباشر علي، المدير ترى طاب جوال اللي جاكم مو المدير، الموظف. المدير ذاك اليوم انا طبيت له. شنو مشكلتكم؟ شنو مشكلتكم؟ مشكلتنا هي على الماستر، خلي يطولناها. كيف صار لك هنا؟ من الخمسة الصبح. كيف سادين الباب؟ سادين غيرهم ما يردون قطع أراضي والفواد مالتهم. زادين يردون رواتب. يعني المؤلم هنا لما يقول لهم أودعناكم إن شاء الله الأسبوع القادم أشوفكم هنا، يعني هو مبدئيا لحد اللحظة هو متأمل أنه الأسبوع الجاي راح يشوفهم، مو متأمل الأسبوع الجاي راح يخلص المعاملة، لأنه ماكو معاملة بالعراق اليوم تكمل إذا مو واسطة، إذا مو فلوس، إذا مو ابن عم وابن خال، إذا مو رشوة. واحدة من المشاكل هي هاي. فأنت واحد ما عنده شغل، ما عنده راتب، ما عنده شيء، ما عنده يقدر يدفع، من ينطي رشوة حتى يطلع أقل من $100 راتب رعاية اجتماعية؟ وبمشهد صادم آخر من عاصمة الرشيد بغداد لدائرة مؤسسة الشهداء بالكاظمية، هذا المقطع اللي راح تشوفوه هسه. مراجعين لهاي المؤسسة على أسطح واحدة من البنايات ودائر مدائرهم الخردوات والسكراب والنفايات، خلونا نشوف. يعني محيط الكاظمية صلوات على محمد، أخذتوه من الطول للطول، شبر واحد ما خليته، شبر واحد ما خليته، حتى تتنعمون عالشاط وتستفادون مليارات، والشهيد المقرود اللي دفع حياته ثمن هاي السعادة اللي هسه انتو بيها وهاي الونسة والفلوس اللي انتو بيها، أهله يراجعون بالسطوح. هاي مؤسسة شهداء الكاظمية،
أهله يراجعون بالسطوح ويتوسلون حتى يستلمون راتب لو مخصصات إليه. هاي عائلة الشهيد اللي ضحى الشهيد على مود أنتوا تتنعمون بالفلوس وتعيشون بقصور، هاي حالهم. مؤسسة شهداء الكاظمية، شوف المراجعة يا بشوفوها بالسطح. وللمعلومات هذا البوري مال التواليتات، كلها هاي نقاسة، هاي كلها نقاسة. هذا المراجع اللي ناطي شهيد يجي راجع منا أنا، هاي بالطابق الثاني. وذوي الشهداء تاليتهم هيجي يتم احترامهم بالعراق. قال كلمة، قال هذا المراجع اللي ناطي من دمه لهذا البلد، اللي ناطي شهيد، هيك يكون حاله. انت شلون راح تخلي رغبة للناس؟ شلون راح تخلي للناس انتماء؟ شلون راح تخلي للناس حب لهذا البلد؟ حب لكم انتم اللي هسه جايين تركضون وتدوروا لي على دعاية انتخابية وتعالوا انتخبوني وتعالوا انتخبوني وروحوا طبوا المراكز الانتخابية واني افيدكم. شنو اللي قدمته للمواطن؟ داريت ذوي شهداء، داريت ذوي الرعاية الاجتماعية، داريت ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، داريت كبار السن، داريت المراجعين، داريت المرضى بوزارة الصحة أو بالمستشفيات أو بالمراكز الصحية، داريتهم لما تجي سيارة الإسعاف وما بها بنزين والمواطن يركض دا يجيب دبة بنزين حتى يترس سيارة الإسعاف دا يلحق للمستشفى، لو داريتهم لما يجي المريض يطلب للمستشفى ويقول له ما عندي عدة ويطلع ذوي المريض يروحون للصيدليات يدور كانونه ويدور سرنجه ويدور شاش ويدور معدات مال عمليات لازم موجوده هي بالمستشفى ما لها علاقه بها. لو داريت المريض اللي يطب للمستشفى ويتفاجئ ماكو احد. لو داريتهم لما طبوا المستشفيات واحترقت المستشفيات مثل ما صار بابن الخطيب ومثل ما صار مستشفى الحسين التعليمي في الناصريه وصارت عباره عن فرن. شنو اللي قدمته للمواطن العراقي اللي جاي هسه انت تقول له تعال انتخبني؟ فكر بهاي ويا ريت ما تضحك على عقول الناس. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود لي انا حسام خالد، لا عاد شوف المذله بمؤسسه شهداء الانبار، الناس واقفه ساعات طويله حتى ماكو مكان للجلوس، والموظفين قمه النذاله والحقاره. سيف الغابه، مع الاسف تيه في تيه وضياع في ضياع، انا لله وانا اليه راجعون. عباس علاء، بلد كلها متخلفه بياه ويجي يسلب وينهب يسلب وينهب، طبعا يكون هذا حاله وردع واردع. ابو راشد الذماري، هذا المدير في هذه المؤسسه شكله يريد الانتقام من المراجعين. فكان هاي تعليق الناس على هاي القضيه. غزه مقبره الغزاة، وسم تصدر ترند الوطن العربي واشتداد المعارك والمواجهات في شمال وشرق قطاع غزة، واستبسال المقاومة الفلسطينية في صد الهجوم الصهيوني البري. وأطلق رواد منصة إكس هذا الوسم لمساندة المقاومين فيها ودعما لها، وجبنا لكم بعض التغريدات من منصة إكس. ناصر السعد المنيف يقول: على كل صاحب ضمير حي في منصات التواصل العالمية دعم أهلي فلسطين وفضح مجازر الصهيونية الفاشستية النازية ضد غزة، هاشتاغ غزة مقبرة الغزاة. منير محمد يوسف: مقبلين غير مدبرين، هكذا يفجر الرجال آليات الخنازير، هكذا تكون الشجاعة وهكذا يكون الإقدام وهكذا تسطر البطولات، وبتضحيات مجاهدينا تسطر الملاحم. متقهرا أيها المطبع الخبيث، وعض أناملك غيظا أيها المخذل المعتوه، هاشتاغ غزة مقبرة الغزاة. وسيم سعد قزيل: اليوم كانت التوابيت تخرج من شمال غزة ليتم توزيعها على كل مدن الكيان بعد يوم واحد من إعلانهم بدء العملية البرية، هذه إحدى الجنائز بدون ترجمة، هاشتاغ غزة مقبرة الغزاة. أبو عبيدة: يريدون إسقاطنا ولا يعلمون أن الجبال لا تنحني إلا لأمر خالقها، هاشتاغ غزة مقبرة الغزاة. نصركم الله وسدد خطاكم وثبت أقدامكم وجعل النصر حليفكم إن شاء الله، وأعاد فلسطين حرة عربية إلى حاضنتها العربية، وأعاد العرب إلى ما كانوا عليه سابقا، ورفع الغمة عن المسلمين كافة وعن بلاد العرب بشكل خاص، وأعاد لنا العراق وسوريا ومصر وفلسطين ولبنان واليمن من كافة أشكال الاحتلال، وأعاد أيضا القدس لنا.
فهي قضيتنا ولن نتخاذل عنها. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما موجود اليوم برنامج صوتكم، نلتقيكم بخير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى الجمعة. في أمان الله.